المزيد من المتابعة حول ختام المؤتمر الاقتصادي مصر 2022، ينضم إلينا من مقر انعقاد المؤتمر على الهواء مباشرة موفد النيل علاء رشوان. علاء، بعد التحية، يعني حدثنا عن ما دار في هذا المؤتمر في الختام وإجمالا ما جاء فيه من توصيات وتوجيهات من السيد الرئيس كما تبقى. نعم، تحياتي إليك وتحية أيضا لكل مشاهدي النيل. هو حديث المكاشفة والمصارحة الذي توجه به السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي للمجتمعين ولكل أبناء الوطن حول أوضاع الاقتصاد المصري منذ 30 عاما وما آلت إليه هذه الأوضاع في ظل ظروف اقتصادية عالمية قاسية. بداية، هذا المؤتمر تحول إلى منصة دورية حسب توجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بتحويله إلى منصة دورية تلتئم وتجتمع كل 3 أو 4 أشهر، تقدم وترفع توصياتها مباشرة للجنة فنية تتبع السيد رئيس مجلس الوزراء للبت في هذه التوصيات بالتعاون مع كل الوزراء أو الوزارات المعنية للخروج بصياغة جديدة لمستقبل الاقتصاد الوطني لتحويله إلى اقتصاد أكثر تنافسية عبر رسم خارطة مستقبل بالتعاون مع كل شركاء الوطن المستثمرين، رجال المال والأعمال، القطاع الخاص بشكل عام، وأيضا كل الخبراء والمتخصصين في الاقتصاد ورجال الأحزاب. كل أطياف المجتمع المصري سوف تتشارك في رسم هذه الصياغة بداية من الدورة الأولى لهذا المؤتمر الاقتصادي ومرورا بالدورات المقبلة. عدد كبير من التوصيات التي خرج بها هذا المؤتمر بعد انتهاء فعالياته على مدار 3 أيام، ربما تعكس هذه التوصيات في مجمل لها إرادة سياسية قوية لدى الدولة المصرية بتوسيع قاعدة اشتراك القطاع الخاص في رسم ملامح جديدة للاقتصاد الوطني وتكملة التنمية المستدامة التي انطلقت مع انطلاق برنامج الإصلاح الاقتصادي في عام 2016. بالنظر إلى الظروف التي أشرنا إليها سواء فيما يتعلق بالظروف الاقتصادية الداخلية أو الظروف الاقتصادية العالمية في ظل الأزمات التي تشهدها دول عديدة من دول العالم. للحديث بأكثر استفاضة عن هذه التوصيات، يسعدنا أن نلتقي مباشرة على الهواء بالأستاذ ناجي الشهابي، وهو رئيس حزب الجيل ورئيس ائتلاف الأحزاب السياسية. برحب بحضرتك أستاذ ناجي، وربما سؤالي الأول يدور حول قراءتك لمجمل التوصيات التي تلاها سيد رئيس مجلس الوزراء خلال الجلسة الختامية للمؤتمر. هي التوصيات كلها كانت بتستهدف رسم خريطة جديدة للاقتصاد أكثر تنافسية، وأنا أصلاً أقول لك المؤتمر نجح في ذلك تماماً، لأن المؤتمر أزال كل العقبات اللي بتواجه المجتمع رجال الأعمال من المستثمرين وصناع ورجال صناعة، وفي نفس الوقت المؤتمر خرج بتوصيات كانت بالنسبة لنا مطلب دائم. يعني مسألة تفضيل الحكومة للمنتج المحلي كان مطلب دائم لنا احنا حتى بالنسبة لي كحي رئيس حزب الجيل. النهاردة المؤتمر أقر النهاردة تفضيل المنتج المحلي، يعني مش معقول يبقى عندي منتج محلي وأصدر بديله الأجنبي بما يكلفه الخزانة العامة من عملة صعبة وخلافه. النهاردة المؤتمر أوصى بتخصيص الأراضي الصناعية بنظام حق الانتفاع بعد ما كان بيكبد الصناع والمستثمرين تكلفة عالية جدا بتحسب من تكلفة المصنع. النهاردة المؤتمر أيضا في الجلسة الاختتامية اللي حضرها رئيس مجلس الوزراء اليوم قرر ان هو يرد كل الاعفاءات التصديرية. وزير المالية محمد معيد، دكتور محمد معيد، قال في الجلسة الختامية أيضا الجلسة الأولى الختامية في اليوم الثالث أن هو وزارة المالية خصصت 10 مليار جنيه لرد كل الإعفاءات التصديرية اللي هي متراكمة على الحكومة من عام 2012 حتى الآن، وكذلك توطين الصناعة، يعني تعميق الصناعة المصرية وتوطين الصناعة العالمية في مصر وتحويل مصر إلى مصنع عالمي. النهاردة فوجئنا، وأنا شخصيا فوجئت، أن مستلزمات الإنتاج الداخلة في الصناعة المحلية بتشكل 56% من واردات مصر.
النهارده في المؤتمر الاقتصادي قرروا ان هم يصنعوا هذه المستلزمات اللي بتشكل 56% من واردات مصر. تخيل بقى ان 56% من واردات مصر اللي هي اساسا بتشكل عمله صعبه ضخمه يعني بتحملنا الكثير من الاعباء هتبقى تصنع في مصر وهتحل مشكله الصناعه المحليه بنحو تعميقها. يعني من نوع ده يعني احنا يبقى 44% بس واردات من الخارج، من الممكن ان احنا ايضا نتجه في اتجاه الاكتفاء الذاتي وتصنعها في مصر. اما ما حدث في المؤتمر اليوم انه كان في مصارحه كامله بين مجتمع رجال الاعمال من ناحيه وبين الحكومه وخبرائها من ناحيه اخرى في حضور رؤساء الاحزاب السياسيه، فتنوع فريد كله كان بيبحث بصدق وباخلاص كيف نرسم خريطه جديده لاقتصاد مصري يكون اكثر تنافسيه. وكان النهارده كلمه الرئيس بقى مسك الختام، لان الرئيس في كلمته جاب ويعني ومر بينا من على مدار 7 سنوات وتحدث عن قيمه الافكار في احداث دفعه قويه لعمليه التنميه والبناء. تحدث عن انه لم يكن هناك موارد ماليه لا في هيئه المجتمعات العموميه الجديده ولا في هيئه قناه السويس ولا في جهات اخرى ولا في هيئه الموانئ. وكل ده هو الرئيس استطاع ان هو من خلال افكار محدوده يبقى هيئة قناة السويس لها موارد مالية ضخمة جدا، هيئة المجتمعات العمرانية بقى لها موارد ضخمة جدا بتقوم بدورها في بناء في مبادرة حياة كريمة اللي بتشكل أمل لتطوير حياة ما يقرب من 56 مليون مصري، شكله ما يقرب من 60% من الشعب المصري. وأيضا إن بجانب كل هذا في موارد مالية موجودة عند الشركة المالكة للعاصمة الإدارية الجديدة، بعد ما كان البعض عايز يجي من بره يعملها لنا هو احنا عملنا احنا وبلا ما يعني ما يكلف الخزانة العامة ويحملها أي أعباء مالية، واصبحت الان تمتلك المليارات فوق ال 40 مليار جنيه. دي افكار طرحها الرئيس وقال ان هذه الافكار كلها لم تحمل الخزانه العامه اي تكلفه. السيد الرئيس انطلق في حديثه من مبدا الفكره ومن ثم المتابعه والاراده السياسيه لتطبيق هذه الفكره وتحويلها من مجرد فكره وحلم الى واقع. وهنا يبرز دور الاحزاب السياسيه في كيف ترى سيادتك دور الاحزاب السياسيه في هذه الفتره تحديدا لدعم هذه التوصيات والتي سوف تتحول الى قرارات؟ هل ينقصنا يعني مسار تشريعي موازي لمسار الاصلاح الاقتصادي ام ينقصنا المشاركه وبفاعليه في صياغه هذه الطريق كدور احزاب؟ كيف ترى دور الاحزاب في هذه المرحله استاذ نايف؟ حضرتك يعني فكره الرئيس لولا المتابعه الدقيقه والدول الرئيس على مدار الساعه والدقيقه في اليوم ما كانش اتحقق فيها انجاز. الرئيس بيتابع كل حاجه وعنده كل تفاصيل اللي بتحصل، ولدرجه انه بيتكلم عن المشروعات بتاع اللي عملها في الحياه العشوائيه ومتابعه سداد الناس لمستحقاتهم بيتابعها بنفسه، فدي متابعه دقيقه. البنيه التشريعيه بالتاكيد في بنيه تشريعيه الحكومه تقدمها الى مجلسي النواب والشيوخ، والحكومه لها ظهير برلماني يشكل اكثر من 90% من اعضاء المجلسين وبالتالي هتمرر كل تشريعاتهم. وفي نفس الوقت ما اللي محتاجه قرارات تنفيذيه الرئيس نفسه سيحولها للحكومه لاتخاذ قرارات تنفيذيه، وان كان اليوم في قرارات تنفيذيه اتخذها رئيس مجلس الوزراء تحقق تدير مخاوف وهواجس رجال الاعمال. الاحزاب السياسيه دورها انها يعني تساند الدوله المصريه في عمليه البناء والتنميه. تحاول ده يعني تطمئن الراي العام وتزيد من الرضاء الشعبي على الرئيس وعلى الدوله وعلى الحكومه، وهم بيخوضوا معركه مع معركه بناء وتنميه متربص بها كل الاعداء اللي احنا في 30 يونيو 2012 و 3 يوليو 2012 اوقفنا مخططهم ولم نقضي عليه بعد، وما زال حتى لم يتحركوا لكي يحاولوا ان هم يعني يهددوا الدوله المصريه، يفشلوا الدوله المصريه، يوقفوا عمليه البناء والتنميه. ولكن دور الاحزاب السياسيه انها تقف في ظهر الدوله المصريه من اجل ان هي كل هذه المحاولات الشيطانيه تؤول الى الفشل وتصبر الشعب. الرئيس النهارده اعلن اهتمامه بالفقراء واعلن اهتمامه بعلاج الناس وقدم اقتراحات اكثر من رائعه بان هو بيعمل البنيه التحتيه في المدارس والمستشفيات وممكن يديها للقطاع الخاص ان هو يديرها. الرئيس تحدث عن ما يقوم به، احنا كنا فاهمين ان البنيه التحتيه اللي اتعملت طرق وكباري وانفاق،
النهارده الرئيس هيفاجئنا بحديثه عن الموانئ المصريه وتم تعميقها وتطويرها بحيث تخلي مصر مركز نقل لوجستي عالمي، وان هناك مثلا 25 كيلو متر انضافوا في الاسكندريه، وان ميناء عين السخنه اللي كان حلم تطويره بقى اصبح يدار احدث الموانئ العالميه. دي كلها بتمهد لمصر القادره التي تستطيع ان تتحول الى مركز عالمي للصناعه والتجاره، وفي نفس الوقت من الممكن ان توفر الحياه الكريمه لابنائها عندما تكون لديها القدره على ذلك بعد استكمال عمليات البناء والتنميه. اكيد يا فندم، خلال حضورك لفعاليات المؤتمر اللي امتدت لثلاثه ايام التقيت بعدد من رجال المال والاعمال والمستثمرين، ردود الافعال يا فندم عندهم؟ لا، هم بيعيشوا ازهى ايامهم. رجال الاعمال في مؤتمر بيضمهم مع الحكومه ومع السياسيين بكل مخاوفهم بيطرحوها، وبيلاقوا اجابه واضحه وسريعه وفوريه لتذيل هذه المخاوف. اعتقد ان اسعد الناس بهذا المؤتمر هم رجال الاعمال، رجال الصناعه، المستثمرين، وانا عايز اقول لك انهم كلهم ناس جادين وناس مخلصين، وكانوا بس عايزين حد يسمعهم ويفتح لهم الطريق. الفكره دعوه الرئيس لعقد مثل هذا المؤتمر، ونستجاب لدعوتنا في حزب الجيل لان يكون هذا انعقاد دوري سنويا كل عام، هو يجعل القطاع الخاص ينطلق في عمليه المساهمه في بناء مصر الحديثه، لان كل مخاوفهم، كل العقبات اللي بتواجههم، كل المشاكل حتى بالنسبه للفعاليات الضريبيه النهارده تم طرحها بكل وضوح وتم علاجها ايضا في نفس الجلسه. يعني مش محتاجين يطلعوا قرارات تنفيذيه لما يقول لك ان احنا بقالهم من 2012 ما فيش دعم استيراد لا يرد، فالنهارده يقول لك في 10 مليار هم اللي تم استهلاكهم 4.5 بس، وما فيش قدم طلبات. لما يتكلموا عن دعم للطاقه والنهارده يبقى فيه دعم للطاقه، لما يتكلموا عن صعوبه الحصول على الاراضي الصناعيه المرفقه وان اسعارها عاليه، فيكون الرد يبقى بحق نديهم الارض، نحصلهم الارض بحق الانتفاع. لما يتكلموا عن يبقى فيه اعفاءات ضريبيه، فيبقى فيه تبشير ان ممكن 40% من الاعفاءات الضريبيه ترد تاني مره اخرى لهم. يعني ما يحتاجه رجل الاعمال من بنيه تحتيه تدفعه الى العمل جنبا الى جنب مع الدوله المصريه وهي بتبني مصر الجديده، اعتقد هذا المؤتمر حقق لهم بنسبه 100% وليس 90%. استاذ ناجي شهابي، رئيس حزب الجيل ورئيس ائتلاف الاحزاب السياسيه، بشكر سيادتك على هذا اللقاء. شكرا يا فندم، متشكر جدا. يعني كما تابعنا، اخذ من حديث ضيفي الكريم تنفيذ التوصيات التي تحولت في الحال الى قرارات في عدد من الجلسات التي شارك فيها رئيس مجلس الوزراء والوزراء المعنيين، تحولت الى ان تكون احد اهم وابرز ثمار هذا المؤتمر الذي ياتي في نسخته الاولى، وربما كما ذكرنا من قبل يعكس اراده سياسيه قويه وحقيقيه متوفره لدى القياده السياسيه والحكومه لاشراك القطاع الخاص في صياغه خريطه طريق جديدة لمستقبل الاقتصاد المصري. هناك العديد من المبادرات التي لا يتسع للإشارة إليها الوقت ربما، ولكن في عجالة هناك أكثر من 600 توصية أخرى وورقة عمل تلقتها اللجنة الفنية التابعة للمؤتمر، والتي كما قال السيد رئيس مجلس الوزراء سوف تعكف من الغد لدراسة كل هذه التوصيات وصياغتها ومن ثم رفعها مجددا للجنة يترأسها السيد رئيس مجلس الوزراء للبت والبحث في جدية ومدى أهمية هذه التوصيات، ومن ثم توزيع كل التوصيات والمقترحات وورق الأوراق العمل إلى كل الوزارات المعنية لصياغة هذه الملامح الجديدة للاقتصاد المصري بمشاركة كل شركاء الوطن، ليس فقط رجال المال والأعمال وإنما أيضا الخبراء والاقتصاديين ورجال الأحزاب السياسية والاتحادات النوعية والبنوك وغيرها، للخروج من هذه الأزمات التي تلاحق ليس فقط الاقتصاد الوطني وإنما كل اقتصادات العالم في ظل 5 أو 6 أزمات عالمية، كان آخرها أزمة الاقتصادات الناشئة في عام 2018، أزمة كورونا وما بعد كورونا في 2020، وأخيرا تبعات الأزمة الروسية الأوكرانية، ما يستدعي مزيد من التكاتف بين كل أطياف المجتمع لخروج بطريق جديد وصياغة جديدة لخريطة الطريق للاقتصاد الوطني في المرحلة المقبلة. نعم. نعم، علاء رشوان، موفد النيل، كنت معنا على الهواء مباشرة من مقر انعقاد المؤتمر الاقتصادي مصر 2022، شكرا جزيلا لك.